نمبر 7 بيقول لي a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality of the solution if the density of the solution is 1.2 grams per milliliter and the molecular weight of the glucose is 180 grams. Okay. هو دلوقتي مديني given مديني ان الجلوكوز نفسه بيمثل لي 10% by weight من السولوشن. نفس الفكرة لو انا اعتبرت ان السولوشن كله عبارة عن 100% والإكوفلنتلي 100 grams فال 10% من 100 grams عبارة عن 10 grams وده هو الماس بتاع الصوليد اللي هو الجلوكوز. اوكي فطبعا الماس بتاع السولفنت اللي هو MB عبارة عن 90 الباقية مش مهم معانا دلوقتي. الدنسي 1.2 grams per milliliter الملكر ويت بتاع الصوليد 180 grams per mole. عايز المولالتي. المولالتي عبارة عن ال N of solid على ال mass of solvent in kilograms. N of solid اللي هي number of moles ما عنديش directly بس ممكن اجيبها عن طريق اني اقسم ال mass of solid على المولكيولر ويت بتاعه وال mass of solvent اللي هو MB وانا هو 90. اوكي فال mass of solid 10 على المولكيولر ويت اللي هو 180 في 1 over 90 grams طبعا times 10.3 عشان تكون بالكيلوغرام. فجبت المولالتي 0.617 اللي هي choice letter D.